مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة، وألف مبروك فوز الأهلي على مصر المقصة في أول مباريات الدوري طبعا بالنسبة للنادي الأهلي. ثلاث نقط مهمين. ليه ثلاث نقط مهمين؟ لأن دايما البدايات مهمة، دايما البدايات مهمة بتسهل مشوار الدوري بعد كده. كل الفرق داخلة بدوافع كتير، كل الفرق مجهزة نفسها سواء بصفقات أو كل فريق عنده دوافع أن هو طبعا يكون قدام البطل أفضل حاجة، وكمان أنه يحقق مركز متقدم في الدوري. الحقيقة شفنا مباراة حلوة وممتعة، هنتكلم فيها بالتحديد وبالتفصيل أنا وأحمد. أنا لحقت أطول كده يا أحمد. خدي فرصتك يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد. في إيجابيات وسلبيات كتير لمباراة امبارح، هنتكلم عليها بالتفصيل. مبروك بداية أول ثلاث نقط في مشوار بطولة الدوري، لكن خليني أقول إنه البداية بشكل عام مطمئنة ومبشرة. يعني تشوفي فرقة النادي الأهلي امبارح، طبعا في إيجابيات وفي سلبيات، لكن الحقيقة إنه البداية دايما والبداية تبقى صعبة. يعني صحيح احنا مفنشين سيزن أبطال ثلاثية وده شيء يعني عظيم جدا، لكن دايما برضو البدايات بتبقى فيها نوع من الصعوبة، خصوصا إنه الحافز زي ما سارة كانت لسه بتتكلم، هو الحافز هيكون موجود عند كل فريق بيلعب النادي الأهلي ولاعب بطل أفريقيا، وده شيء احنا تعودنا عليه واعتقد نجوم النادي الاهلي تعودت عليه. لكن من اهم الايجابيات امبارح انه الفرقه ظهرت بشكل كويس، قدمت اداء الى حد كبير جدا الناس راضيه عنه. محمد شريف امبارح مكسب، كهربا امبارح مكسب، عوده ديانج مكسب، دكه الاهلي انك انت تبقى قاعد ومرتاح انه الدكه تقيله قوي وانه ما عندكش مشاكل لا قدر الله في حاله احتياجك لاي لعيب في اي مركز في الملعب، عندك بدائل على اعلى مستوى زي اللي موجودة في التشكيل الأساسي، دي مكسب كبير جدا عانينا منه الحقيقة السيزن الأخراني. النقط السلبية فيما يتعلق بالكورة، أنا بشوف إنه لسه الانسجام، وده شيء طبيعي ومنطقي، لسه الانسجام مش في أعلى درجاته بين الفرقة، خصوصا إنه في عناصر كتيرة انضمت يا سارة. ناصر ماهر وإصابته امبارح بعتقد ده برضو من الحاجات اللي ما كانتش يعني أو كانت من الحاجات السلبية بشكل كبير، وإن شاء الله نطمن عليه ويكون جاهز إن هو يكون مع الفرقة في أقرب فرصة. الميس باس، وده كان شيء بالنسبه لي غريب، كميه الميس باس اللي حصلت في ماتش امبارح بالنسبه مقارنه بارقام النادي الاهلي في السيزون الاخير تخليني اقول في علامه استفهام، ولكن خلينا نقول انه ممكن يكون شيء منطقي دايما مع الانطلاقه ومع البدايه. الحقيقه انا كنت شايفه يعني وجهه نظري ان المباراه كان فيها كوره حلوه من الاثنين مدربين، يعني كان في تريكات فنيه سواء من بيتسو موسيماني او كابتن ايهاب جلال، وهو واحد من افضل المدربين الحقيقه في الفتره الاخيره. المباراه عجبني يا احمد ان موسيماني، ان النادي الاهلي كان ضاغط من اول دقيقه، لانه فاهم كويس او يدرس كويس او ان فريق مصر المقصه يعني بيبني الهجمه من تحت، بيبني الكوره من تحت، وان ده تكتيك كابتن ايهاب جلال، وده كان محضر له كويس قوي موسيماني، وحتى اتكلم عن ده بعد كده في المؤتمر الصحفي. وقدرنا انه الحمد لله ان احنا يعني من البدايه نحصل على ضربه جزاء تترجم لهدف من معلول، وبعدين حتى بعد ما الشوط الاول انتهى 1-1، لا الشوط الثاني كان فيه استحواذ اكتر من النادي الاهلي، كان النادي الاهلي افضل بشكل كبير، وشفنا طبعا الهدفين بتوع كهربا والسوليه. كهربا لو هنقف عنده يا احمد، انا شايف ان هو دايما بيمثل مصدر خطوره للفريق الخصم. كهربا الحقيقه تالق في مباراه امبارح، وكمان هو يعني من اكتر اللعيبه اللي جمهور الاهلي مستني منها كتير، وطبعا عمرو السوليه نفس الموضوع، يعني عمرو السوليه بقاله فتره مستواه ثابت. هدف السوليه، وان كان السوليه يعني من وجهه نظري عنده احسن كمان من قبل امبارح كتير، بس هدف السوليه انا يعني بيتهيألي من اروع الاهداف. انا دايما بحب الكور الفيرست تايم، يعني وبالنسبه كل الناس اللي بتتفرج على كوره بتحب الكور اللي فيها توافق عصبي عضبي عصبي، حركه واستلام بدون ما يكون فيه تقايد بالمراكز، الفينش اللي من فيرست تايم ده بيبقى ليه تاتش لطيف جدا، وكل ده حصل في جون السوليه. الجون الاولاني بشوف فيه كمان جون كهربا، بشوف فيه شغل جماعي على اعلى مستوى، يعني الباس اللي ابتدى من السوليه واستلام قفشه في المنطقه والتصليحه لكهربا والفينش بتاع كهربا، جون فيه جماعيه تديكي احساس ان الجون ده حلو جدا، بتحبي انك تتفرجي على كوره حلوه. انه فعلا في ميس باس كتير، وحتى موسيماني اكد على ده واكد انه هيبقى في شغل على ده الفتره اللي جايه، وان في فرص كتير يعني ضاعت يمكن في الشوط الاول، يمكن كان ساعات اللاعب بيوصل للكوره بدري شويه عن المفروض فيقع في خطأ التسلل. كان شايف موسيماني ان الاربعه اللي في الاول في الشق الهجومي مش متمركزين بشكل كويس، بس زي ما احمد قال يعني في عناصر جديده داخله الفريق، فطبيعي ان يكون لسه ما اندمجوش قوي مع الفريق او ما حصلش الانسجام المفروض يكون في الفريق، وكل ده هيكون في شغل عليه طبعا الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس شكل الفرقه في البدايه مبشر جدا، وان شاء الله سيزون
ممتع. يعني انا ان شاء الله مطمن انه اللعيبه اللي موجوده في فريق نادي الاهلي السيزون ده هتدينا كوره واداء ممتع. السنه اللي فاتت حققنا القاب وحققنا نتائج ايجابيه، كان ينقصنا بس بعض الشيء الى حد ما بسبب ظروف كتيره جدا مش هنتكلم فيها. كره الاهلي اللي بتمتعنا دايما، واعتقد انه السكواد بتاعت الاهلي السنه دي قادره انها تعمل ده باريحيه كبيره جدا. على كل الاحوال حلقه النهارده فيها موضوعات كتير جدا ومهمه جدا، طبعا اهمها ازمه، هي ازمه بكل ما تحمله الكلمه من معاني، ازمه منتخب الشباب واصابه 17 لاعب اعتقد، ومعاهم كابتن ربيع ياسين كمان المدير الفني بفيروس كورونا. اخر التطورات يمكن عرفنا قبل ما نطلع على الهواء انه الفرقه عملت مسحه ثانيه من حوالي ربع ساعه، نتيجتها هتظهر امتى كل التفاصيل هنتابعها على مدار الحلقه. وبالتاكيد طبعا عشاق الكوره هيكونوا على ميعاد مع دور 16 قوي جدا في تشامبيونز ليج، هنقول لحضراتكم النهارده وهنتكلم انا وساره شويه عن نتائج القرعه وعن توقعاتنا. بس خلونا نبتدي الحلقه باهم العناوين. الاهلي يواجه سوني ديب بطل النايجر 23 ديسمبر. عبد الحفيظ يكشف تفاصيل اصابه ازاي. موسيماني يحفز محمد شريف ويشيد بمستواه امام المقصه. اتحاد الكره ينتظر الموافقات الامنيه لاعلان ملعب مباراه الاهلي وغزل المحله. منتخب الشباب يطلب تاجيل لقاء ليبيا بدوري شمال افريقيا بسبب كورونا. قرعة متوازنة لدور ال 16 بدوري ابطال اوروبا. يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا مرة ثانية. موسم جديد نتمنى بقى نشوف فيه كورة ونشوف فيه منافسة ونشوف فيه متعة ونشوف فيه بهجة. يعني انا بتوقع انه مش بس على مستوى الملاعب، يعني مش على مستوى الكورة المستطيل الاخضر، لا كمان بره المستطيل الاخضر الاجواء اعتقد يعني، واتمنى في نفس الوقت انه يبقى الدنيا هادية، يعني مفيش بقى مشاحنات ومفيش مشاغبات، خصوصا طبعا انه يعني الاوضاع اكثر هدوءا على الساحه الرياضيه. اتمنى بس انه الاعلام الرياضي ياخد الموجه دي، يعني بدل ما ناخد فكره الترند وفكره الشحن الزياده وفكره تصدير حاله التوتر وفكره تعليق الشماعات اللي ممكن يكون يعني نعلق عليها اخفاقاتنا، نتكلم كوره بقى ونستمتع مع الجماهير المصريه بنسخه من الدوري الممتاز، اتمنى تكون انها نسخه قويه. عايزين نروح حضراتكم كمان واحنا بنبتدي موسم جديد، يعني احنا طبعا قناه الاهلي والسادسه ابتدى مع حضراتكم يمكن في منتصف السيزون الاخير، احنا السنه دي بنبتدي سيزون جديد مع حضراتكم، فهيكون عندنا تقليد لطيف كده في البرنامج انه كل جوله الاهلي بيلعبها الجماهير النادي الاهلي هتختار احسن ثلاث لاعبين في الفرقه، فرصه ندي الجمهور مساحه يعبر فيها عن رايه، وفرصه كمان نخلق حافز عند لاعبتنا وعند نجومنا. كل ثلاث لعيبه بياخدوا احسن ثلاث لعيبه في المباراه على الترتيب كده، اول ثاني ثالث، بياخدوا رصيد من النقاط. بعد نهايه السيزون نقدر نجمع كده تقييم خطوه بخطوه، نقدر نعرف في نهايه المشوار مين هم اهم ثلاث نجوم ساهموا في تتويج الاهلي ان شاء الله بالبطولات وفي مسيرته الناجحه، ونبتدي من مباراه المقصه لغايه لما نوصل ان شاء الله لماتش غزل المحله. المساحه موجوده لجمهور النادي الاهلي على صفحتنا عشان يقول مين من وجهه نظره افضل ثلاث لعيبه من النادي الاهلي في مباراه او في مواجهه الاهلي والمقصه. كمشجع اهلاوي هتقول انت رايك؟ لا انا صعب جدا، انا لازم هنا التزم. ايه رايك في بالحياد. بس مشاركة... ممكن ادخل اعمل فوتنج على صح؟ انا قلت انت هتعمل كده. ايه رايك في مشاركه محمد في مباراة امبارح؟ بشوف محمد بداية مبشرة جدا، وشايف انه محمد لو خد اكتر وركز اكتر ان شاء الله يكون مشروع مهاجم واعد. وميزة محمد انه لعيب متحرك، يعني ممكن تلاقيه او تستخدميه او توظفيه في اكتر من مركز، فاعتقد انه محمد ان شاء الله هيكون اضافة قوية جدا لفريق النادي الاهلي السنة. انا بتفق معاك كده، والحقيقة احنا داخلين على فترة زحمة جدا في المباريات، يعني زي الفترة اللي فاتت، يعني مفيش جديد. طبعا الموسم الجديد بادئ يعني خلاص، واحنا كنا في نهاية موسم الاثنين مع بعض واللعيبة الله يكون في عونها والجهاز الفني، ولكن خلاص هي دي كرة القدم وظروف كورونا اجبرتنا على ده. احنا عندنا مباراة غزل المحلة ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، وبعديها على طول الفريق مسافر علشان يواجه سوني داب في دوري ابطال افريقيا. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اكد ان الاهلي هيواجه طبعا فريق سوني داب بطل النايجر في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا يوم 23 ديسمبر ده، وقال ان الاهلي هيسافر يوم الجمعه اللي جايه.
جاية، وهيتجه للنيجر بعد مباراة غزل المحلة على طول في الجولة الثانية من الدوري. يمكن كمان كان كابتن سيد عبد الحفيظ حرص طبعا ان هو يكون في جلسة بينه وبين موسيماني على هامش التمرين النهاردة الصبح علشان يتكلموا عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير طبعا للمرحلة اللي جاية اللي هتشهد خوض مباراة غزل المحلة ورحلة الفريق للنيجر. مفيش وقت قوي للراحة، اللي جاي مهم جدا، وهنا موسيماني بيبدأ بطولة بقى جديدة من أولها، يعني أفريقيا بتاعته من الأول تماما، وكمان الدوري. والبداية زي ما بنقول هي مبشرة يا أحمد، يعني مباراة امبارح بداية مبشرة مع موسيماني في الدوري الجديد. اه طبعا مشوار، انت عندك مشوار طويل جدا، يعني احنا بنتكلم على، وخصوصا كمان انه السنة دي طبعا ما ننساش في كأس عالم، فبالتالي عندنا أكثر من بطولة ومحتاجين السكواد كلها تبقى كاملة، وإن شاء الله بإذن الله كل واحد يقدم أقصى ما عنده عشان يفيد فرقته. ومناسبة كأس العالم، يعني من الأخبار اللي ممكن تبقاش كويسة قوي إن النهاردة يمكن كابتن سيد كان بيتكلم على حالة النيجيري جونيور أجايي اللي بيعاني من إصابة في كعب رجله، والحقيقة يمكن يعني حتى اللحظة من المتوقع إنه يغيب عن ماتشات النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وفي احتمال غير مؤكد حتى اللحظة برضو إنه ما يلحقش بفرقه النادي الاهلي في كاس العالم. على كل الاحوال اجاييه هيخضع لبرنامج علاجي في الفتره اللي جايه، علاج طبيعي عشان يتم تاهيله بشكل كبير، وهيكون في فحص مستمر. بتفرق على فكره من لعيب للعيب، يعني ممكن تبقى الاصابه واحده وبنفس برنامج العلاج واحد، لكن استجابه اللعيبه للاصابه قد تكون مختلفه، ونتمنى انه برنامج العلاجي المحطوط لجونيور اجاييه يساهم في انه يرجع لمستواه بشكل سريع ان شاء الله باذن الله. اصابه تعرض ليها طبعا في احدى مباريات الاهلي السابقه، اعتقد ماتش الزمالك في نهائي ابطال افريقيا. طيب نروح بقى لمحمد شريف، كنا لسه بنتكلم عليه. يمكن بيتسو موسيماني حرص ان هو يتكلم على او يتكلم مع محمد شريف لاعب الفريق، وان هو يحفزه قبل انطلاق التدريبات النهارده الصبح عن بعض الامور الفنيه. يمكن موسيماني كان بيشيد الحقيقه بالمستوى اللي ظهر عليه محمد شريف في لقاء مصر المقصه، واللي انتهى طبعا بفوز الاهلي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد للمقصه، واكد كمان للاعب ان هو مستني منه كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلنا لحضراتكم يمكن موسيماني قرر ان هو يمنح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات بكره على ان يستأنف التدريبات يوم الاربعاء طبعا استعدادا لمواجهه غزل المحله. وبالحديث عن محمد شريف، يمكن كان موسيماني بيقول في المؤتمر الصحفي ان هو شايف ان هدف محمد شريف كان صحيح ومش تسلل، ولكن هو محتاج يشوفه تاني بعد المباراه. انت كنت انا شفته مش تسلل بصراحه، وانا شفته مش تسلل، وبعيدا عن انه محمد ما سجلش او ان الهدف اللي حطه او سجله يعني كان صحيح، ولكن اتلغى بداية تسلل. خليني اقول لك انه محمد شريف محسسني طول الوقت انه مصدر خطوره. مهم جدا ان المهاجم سواء من بره الصندوق او وهو جوه الصندوق يحسسك انه في اي كره او في اي فرصه عنده القدره انه يوصل ويخلص، مش بالضروره حتى يخلص هو. يعني شفنا كره عملها لقفشه كانت برضو تعتبر هدف تقريبا شبه مؤكد، ولكن فعلا يعني قفشه اتاخر فيها شويه. لكن اكتر حاجه ميزت محمد شريف امبارح انه مهاجم عنده القدره انه يحسسك طول الوقت انه مصدر خطوره للفريق اللي قدامك، وده طبعا الدور الاساسي والدور الرئيسي لاي مهاجم. طيب نروح للجنه المسابقات. لجنه المسابقات طبعا اتحاد الكوره برئاسه مازن مرزوق تنتظر لا يمكن تجاوزنا الجزئيه دي خلاص. خليني اقول لحضراتكم فيما يتعلق انه كان في كلام على ماتش الاهلي وغزل المحله المفترض انه يتلعب يوم الجمعه في تاني جولات مسابقه الدوري العام. خلاص المباراه دي تقرر ليها ان شاء الله انه هيتم اقامتها في ملعب الاهلي والسلام، والراوند الثاني بقى ان شاء الله هيكون في ملعب او في استاد غزل المحله. كان في يعني كنت بقول لحضراتكم كان في نقاشات كده وانتظار للموافقه الامنيه، لان كان في اربع ملاعب مقترحه، لكن تم الاستقرار على انه ملعب الاهلي والسلام هو اللي هيتلعب عليه ماتش الاهلي وغزل المحله يوم الجمعه اللي جايه. وحشتنا غزل المحله، نتمنى ان شاء الله نشوف فرقه حلوه. طول عمرها غزل المحله على فكره فرقه ليها شخصيه وليها بصمه وليها جمهور، وكانت دايما ماتشات الاهلي خصوصا اللي بتتلعب هناك في المحله ماتشات جماهير النادي الاهلي بتستناها، ودايما بتبقى ماتشات صعبه بصرف النظر عن الترتيب وعن الفرق في الاسماء والتاريخ، لكن دايما ماتشات الاهلي وغزل المحله كانت من الماتشات الجماهيريه الكبيره. ان شاء الله نشوف ماتش ممتع والاهلي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح الحقيقه الخبر
كلنا اتضايقنا لما صحينا على خبر زي ده. خليني اقول لحضراتكم انه مسؤولو منتخب الشباب طلبوا ان هم ياجلوا مباراتهم قدام ليبيا اللي هي المفروض تكون بكره، هتكون في تونس بكره، بعد ما تم الاعلان عن اصابه 17 لاعب، بالاضافه طبعا لكابتن ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بفيروس كورونا. يمكن مسؤول المنتخب زي ما بقول لحضراتكم طالبوا باجراء مسحه فوريه، وده اللي احنا كنا قلناه في البدايه ان هو تم فعلا اجراء المسحه دي لجميع اعضاء بعثه المنتخب المتواجده في تونس بعد ما تردد وجود طبعا 17 عينه ايجابيه. وكان يمكن الاعلامي عمر ربيع ياسين كتب ان هو او اعلن النهارده الصبح عن اصابه والده المدير الفني لمنتخب الشباب بفيروس كورونا بعد ايجابيه المسحه اللي خضع ليها. مستنيين طبعا نتيجه المسحه دي. وفقا للي جه في البيان الصادر من المنسق الاعلامي لمنتخب مصر للشباب، طلب منتخب الشباب اجراء مسحه فوريه على جميع اعضاء البعثه المتواجده في تونس بعد انباء اصابه 17 لاعب وكابتن ربيع ياسين بفيروس كورونا. واشار البيان ان مسؤولي المنتخب طلبوا بضروره اجراء المسحه الثانيه دي لبعثه المنتخب في معمل اخر يكون معتمد ايضا، يعني يمكن يكون في خطا او اي حاجه في النتيجه الاولى. وطلبت البعثه تدخل ايهاب فهمي السفير المصري في تونس لاجراء المسحه الثانيه دي في معمل معتمد، وده قبل 24 ساعه من مباراه مصر للشباب وليبيا. وزي ما حضراتكم عارفين انه المفروض انه في فعاليات بطوله شمال افريقيا اللي هي بتقام في تونس دلوقتي من الفتره من 15 ل 28 ديسمبر الجاري، ودي مؤهله لكاس الامم الافريقيه 2021 في موريتانيا. يعني وفقا لقواعد الكاف لو فعلا تم ان المسحه الجديده دي فعلا في 17 لاعب بالاضافه للمدرب ان هم ايجابي بفيروس كورونا، طبعا مش هينفع نخوض مباراه ليبيا او كمان البطوله بشكل عام. مش ماتش خلاص بقى، انت ودعتي البطوله ده مبدئيا. بس خليني اقول انه احنا زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه عشان برضو تعرفوا اخر التطورات لحظه بلحظه، البعثه عملت مسحه ثانيه من حوالي 15 20 دقيقه وفي انتظار نتيجتها. احنا امام ثلاث سيناريوهات لا رابع لهم. السيناريو الاول وده اللي نتمناه انه نتيجه المسحه الاولى تكون مش مظبوطه، وان كنت اشك طبعا لما تطلع النتيجه ايجابيه ل 18 فرد من بعثه المنتخب الوطني المصري فاشك شويه، على الرغم من برضو معلوماتنا من محل اقامه المنتخب انه بقيه البعثات ما وجدوش فيها حاله كورونا واحده، فكان غريب جدا وعلامه استفهام كبيره جدا انه 17 لاعب في المنتخب قوام المنتخب الرئيسي وكابتن ربيع ياسين المدير الفني يبقوا كورونا، وخصوصا طبعا وده الاكيد طبعا مش محتاجه، يعني مش محتاجه ولا ايه، مش محتاجه اقول انه بالتاكيد البعثه كلها عملت مسحه من قبل ما تتحرك من مصر وثبتت او ثبت انها نتيجه المسحه سلبيه لكل اللاعبين والمنتخب والجهاز الفني للمنتخب الوطني. ما اعتقدش انه كان في نتيجه خطا ما انه في حد من البعثه قبل ما يسافر من القاهره كان مصاب، دي تبقى كارثه، دي تبقى كارثه. على كل الاحوال السيناريو الثاني ان تكون النتيجه دي النتيجه الجديده بقى اللي هتطلع تثبت سلبيه المسحات او ان مفيش حد سلبيه يعني الاصابه بفيروس كورونا، وبالتالي نطمن على لعيبتنا الاول ان شاء الله باذن الله يكونوا بخير ويعدي الموقف ده. طبعا انا متخيل حاله التوتر والارتباك في معسكر المنتخب دلوقتي. وبالمناسبه خليني اقول لحضراتكم برضو معلوماتنا بتقول انه البعثه في منتخب مصر في تونس طلبت طياره خاصه عشان ترجعها، دي المعلومات اللي احنا متأكدين منها من مصادر موثوق فيها وإلا ما كناش هنقولها لحضراتكم. وبالتالي انه هنكمل البطولة لو المسحة نتيجة المسحة اللي اتعملت من حوالي تلت ساعة طلعت سلبية هنكمل البطولة عادي خلاص ما فيش مشكلة، يحصل تبديل يحصل تعديل في مواعيد اللقاءات، دي حاجة راجعة لاتحاد شمال أفريقيا. والسيناريو الأسوأ واللي نتمنى الحقيقة انه ما يحصلش هو طبعا استبعاد منتخب مصر من البطولة، اللي مش هيترتب عليه بس استبعاده من كاس امم افريقيا، لا خدوا بال حضراتكم كاس امم افريقيا في موريتانيا مفترض انها مؤهله لكاس العالم للشباب، يعني احنا مش بس مش هنروح كاس امم افريقيا، لا احنا كمان غالبا مش هنروح كاس عالم الشباب، ودي غلطه اعتقد لابد انه يعني في حد يسدد فاتورتها، يعني حرمان منتخب مصر وهذا المنتخب حظه سيء الحقيقه. لا. يعني احنا اتكلمنا في كتير قوي يا ساره في مناسبات كتيره جدا انه هذا المنتخب
بيحتاج لدعم، وهذا المنتخب لا يجد اي رعايه من اي نوع، فبالتالي الحقيقه يعني الولاد كان الله في عونهم. ياسين كذا مره اتكلم يا احمد وقال مفيش اي اهتمام بمنتخب الشباب، محتاجين مباريات وديه، محتاجين كذا مره يتكلم ويقول ومتضايق وبيعبر عن غضبه ده وعن عدم الاهتمام بمنتخب الشباب، واللي هو ايه، هو مستقبل اساسا منتخب مصر، وفكره ان ده يؤهل لطبعا امم افريقيا 2021 في موريتانيا يعني حاجه كبيره جدا وهدف كبير وهدف مهم، واهتمام بمنتخب الشباب المفروض لا يقل اهميه عن الاهتمام بمنتخب مصر الاول يعني يا احمد. بس انا هقول لك حاجه برضه يا ساره، يعني انا في طبعا كاس افريقيا مهمه، لكن انا بيتهيألي الفرصه لاولادنا في السن ده بتبقى دايما انها تلعب بطولات دوليه، يعني انها او يعني انها تلعب بطولات عالميه، فانا بيتهيألي ان الشباب ده كان رايح مش حلمه قوي انه يلعب في كاس افريقيا بقد ما عينه وحلمه ان هو يكون موجود في كاس العالم للشباب ويقدر يحقق فيه انجاز ويسلط الضوء على اولاد صغيرين، يعني في سن صغيره ممكن يطلعوا الاحتراف بدري، يفرقوا معانا جدا على فكره. معظم الدول الافريقيه منتخباتها اللي بتشارك في اولمبياد او في كاس عالم ولادها بتطلع بعد البطولات دي على فرق كبيره جدا في اوروبا، عشان كده عندهم قواعد محترفين كبيره جدا مقارنه طبعا بعدد اللعيبه المصريين المحترفين. نروح بقى للتشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج السنه دي بتجري بسرعه، داخلين على دور 16، وهنكلم حضراتكم عن القرعه ونشوف ساره كده رايها مين ممكن يتاهل من ال 16 التقال. قول لنا بس انت القرعه دور 16. طيب احنا بنتكلم على اكتر من مواجهه، خلينا نقول او نصفها بانها مواجهات من العيار الثقيل الحقيقه. يمكن مقر الاتحاد الاوروبي اليويفا ظهر النهارده كان في مدينه ليون في سويسرا، كان بيعملوا القرعه بتاعه دور ال 16. طبعا ماتشات الذهاب هتتلعب ايام 16 و17 و23 و24، اسبوعين على التوالي في فبراير اللي جاي 2021. اما ماتشات العوده فهتكون 9 و10 و16 و17 من شهر مارس 2021. زي ما بقول لحضراتكم كان في بعض القواعد كده اللي حطها اليويفا عشان يضمن قرعه عادله ومتوازنه، يعني هم حطوا اكثر من معيار. اهم حاجه طبعا حضراتكم عارفين انه الاول بيلعب الثاني، دي قاعده الشهيره، يعني انه اول مجموعه يلعب ثاني مجموعه، بس كان في قاعدتين مهمين جدا في النسخه دي. اول حاجه انه مفيش فرقتين من مجموعه واحده يتقابلوا في دور ال 16، ومفيش فرقتين تابعين لاتحاد واحد او تابعين لدوله واحده برضو يتقابلوا في دور ال 16 عشان تكون في توازن وفي عداله في القرعه السنه دي. طبعا احنا عندنا فرق كبيره جدا مؤهله، واغلبهم الحقيقه اغلب الفرق او حوالي يمكن 6 فرق او 8 فرق من اللي تاهلوا حصلوا على البطوله قبل كده وبارقام قياسيه، يعني عندنا الريال، عندنا البارسا، عندنا اليوفي، عندنا بايرن ميونخ، عندنا فالنسيا واخد اليويفا كاب. فيعني بنتكلم على 16 فريق يمكن يكون هم الاتقل في اوروبا، حتى منهم الفرقه اللي طالعه جديد في الصوره، يعني لايبزيج مثلا اللي هيلاعب ليفربول في دور ال 16 بتعتبر دلوقتي من فرقه تقيله جدا ومحققه نتائج اكتر من رائعه. مونشن جلادباخ السنه دي برضو عامل سيزون محترم جدا يا ساره، من الفرق برضو اللي يعني مش هتكون مانشستر سيتي فرقتي المفضله، ما اقدرش حتى في اضعف حالاتها لابد ان انا ادعمها واشجعها، لكن عندنا الحقيقه ماتشات حلوه، عندنا كلاسيكو طبعا بي اس جي مع البارسا، ده ماتش طبعا انا بيتهيالي انه يمكن يكون اقوى مواجهه او اقوى مباراه. خلينا نقول الاول المباريات هتكون يلا قولي الماتش ايه، بس اديني فرصه اقول لك مين هيتاهل منهم. ماشي طبعا يلا. طيب الاول طبعا بروسيا مونشن جلادباخ هيكون مع مانشستر سيتي، مانشستر سيتي. لاتسيو هيكون مع بايرن ميونخ، بايرن ميونخ. اتلتيكو مدريد مع تشيلسي، اتلتيكو مدريد. لايبزيج مع ليفربول، ليفربول. بورتو مع يوفنتوس، يوفي. وبرشلونه مع باريس سان جيرمان، بي اس جي مع الاسف. اشبيليه مع بروسيا دورتموند، بروسيا دورتموند. واتلانتا مع ريال مدريد، ريال مدريد مع الاسف برضه. طيب انا حاسه بس ان احنا محتاجين ندعي للاتسيو انه الان يسال. لاتسيو هيلاعب بايرن ميونخ، وطبعا بايرن ميونخ بقاله فتره قطر بيدوس على اي حد قدامه. بصي انا قلت لك في كل مباراه مين اللي كفته ممكن تكون ارجح، مين اللي بيقدم كوره او ممكن يكون كورته السنه دي تاهله انه يتاهل بشكل، يعني لكن ثانيه واحده انت شايف ان بورتو ممكن سوري ان لاتسيو ممكن يكسب بايرن ميونخ؟ لاتسيو فرقه محترمه جدا طبعاً. جدا جدا وممكن جدا جدا تعدي بايرن ميونخ. طيب ماشي هنشوف ده. حاضر هم عايزين فاصل بس ثانيه واحده بس. بالنسبه ليوفنتوس طبعا في هاتريك من رونالدو في الماتش ده، وارد جدا برضو طبعا. اليوفي السنه دي بيقدم كوره حلوه، فرقه يعني السنين اللي فاتوا كانوا بيقدموا عروض قويه،
كانوا طبعا مسيطرين على الكالتشيو، بس السنه دي تحس ان الفرقه جاهزه انها تحصل على طبعا. انا خايفه على برشلونه اكيد من باريس سان جيرمان. الحقيقه برشلونه يعني بقاله فتره مش في افضل حالاته، ولكن المباراه الحقيقه اللي انا شايفها هتبقى فيها كوره ممتعه ليفربول ولايبزيج. هو الاهم ان احنا نتفرج على الدور ال16 في تشامبيونز ليج بمعنويات عاليه، لانه ده هيكون بعد كاس العالم على طول، فاتمنى ان شاء الله تكون معنوياتنا كده في السماء عشان نستمتع بالدور 16 اكتر من قوي الحقيقه. فاصل. ونرجع لحضرتك. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا واحده من الماتشات المهمه جدا السيزون ده واللي جمهور النادي الاهلي بينتظرها، ومباراه هتجمع بين عملاقين في القاره الافريقيه، بطل دوري الابطال النادي الاهلي وبطل الكونفدراليه نهضه بركان المغربي. كلام كتير جدا حصل الفتره الاخيره على ماتش السوبر، وحضراتكم بالتاكيد تابعتوا فكره تحديد ميعاد يوم 10 وانه المباراه هتستضيفها القاهره، وبعد كده لا هيكون في تاجيل والاجتماع المكتب التنفيذي، وكان في توصيات انها تؤجل ليوم 18 وتلعب ايضا في القاهره. وسمعنا وتواصلنا الحقيقه مع المتحدث الاعلامي بنهضه بركان في السادسه، وعرفنا انه الحقيقه يمكن المعلومات فيها تضارب كبير جدا، ويبدو ان الصوره في المغرب تختلف كثيرا عن الصوره عندنا هنا في مصر. من خلال فيديو كونفرنس هيكون معنا الاعلامي المغربي طارق النفاتي الاذاعي بمحطه ام اف ام. مساء الخير استاذ طارق، واهلا بك على شاشه الاهلي في برنامج السادسه. مساء الخير استاذ احمد سمير. في البدايه حابب اقول لكم مبروك على جائزه احسن قناه اللي استلمتوها مؤخرا في سنه 2020، وكذلك برحب بكل الجماهير العربية وخاصة جماهير الأهلي. طب باركت لنا على أفضل قناة، بارك لنا كمان على دوري الأبطال. مبروك. أكيد والله أنا فرحت لأنه اللقاءين اللي صاروا ما بين الأهلي والزمالك والمغرب والرجاء والوداد مروا بروح رياضية ومروا بطريقة سليمة، فالمهم انه الفاينل كان عربي 100%، واللي كسب مبروك ليه ومبروك لمره اخرى لجماهير الاهلي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. يعني انا كنت بتكلم مع متابعينا في البدايه انه الصوره في مصر ربما تختلف عن الصوره في المغرب فيما يتعلق بمواجهه الاهلي ونهضه بركان في السوبر الافريقي. احنا سمعنا عن سيناريو مرتبط باستضافه القاهره للمباراه، سمعنا عن ميعاد مقترح في البدايه كان يوم 10 ديسمبر، توصيات باقامته يوم 18، الى ان سمعنا عن القرار النهائي بتاجيله للنصف الاول من شهر يناير 2021. يهمني بس اعرف منك السيناريو في المغرب، هل متفق مع ما سمعته الان؟ يعني هل سمعته عن نفس الترتيب الاحداث بالشكل اللي انا قلته، ولا كان في سيناريو مختلف تماما؟ بطبيعه الحال كابتن احمد انه احنا سمعنا انه هذا هو المشكل الحاصل في تاجيل، وكان في عده تواريخ لنهائي السوبر ما بين الاهلي ونهضه بركان. بس لو راجعنا نفسنا شويه، لانه صار في كلام وصاروا في يعني كباتن اللي هم اسماء كبيره في مصر صاروا يعملوا هاشتاج على التويتر وكلمات على التويتر ويقولوا ان المغرب بيلعب زي ما هو عاوز وبيحدد تواريخ زي ما هو عاوز. لو رجعنا شويه للوراء راح نشوف بانه قطر، دوله قطر كانت قد وقعت مع الكاف مده 3 سنوات انه يقيم فيها النهائي السوبر بالدوحه. عملوا 2، الاول كان على ما اظن ما بين الزمالك والترجي، ما بين الترجي والرجاء، والثاني ما بين الترجي والزمالك، وده الثالث اللي هو اللي هيجمع ان شاء الله ما بين الاهلي ونهضه بركان. فده عقد مبرم ما بين الكاف وما بين البلد. طب خليني برضو اكمل التواريخ اللي بيقولوا انه المغرب هي السبب فيها وان الجماعه. لا بس اكمل على كلام حضرتك، انه كان في كلام ومعلومات بتقول انه قطر لن تتمكن من استضافه اي حدث رياضي قبل نهايه عام 2020، وده الوقت او التوقيت اللي كان الاتحاد الافريقي عنده فيه رغبه في اقامه مباراه السوبر، وبالتالي كان صح. البديل انه يتم اقامتها في القاهره كما هو متعارف عليه، انه بطل دوري الابطال هو اللي بيستضيف مباراه السوبر. هل كان في اعتراض من نهضة بركان على السيناريو ده؟ لا، ما كانش في اعتراض نهائيا من نهضة بركان، ونهضة بركان على فكرة متحمس جدا للمقابلة ضد الأهلي،
وحتى يعني احنا قراب يعني من اللاعبين ومن ستاف تكنيك بتاع نهضه بركان انهم هم جاهزين للمقابله في اي مكان، يعني سواء في مصر او في الدوحه او في المغرب او في اي مكان. المهم انه اللقاء يتم ما بين الجارين، ما بين الاشقاء طبعا، وفي الاخير يكون في روح رياضيه، والفايز مبروك ليه واللي خسر هارد لك، هذا اللي بنعرف احنا بالمغرب. طيب اخر معلومات موجوده عندك فيما يتعلق بقى بالمكان والزمان المفترض انه تلعب فيه المباراه؟ الاخر الاخبار واخر المعلومات اللي توصلنا بها انه الفاينل حيكون بقطر، والتاريخ غير محدد، ولكن بيقولوا انه راح يكون قبل كاس العالم للأندية، ده هو المهم. يعني ممكن يكون 18 24 26، لحد دلوقتي ما عندناش يعني تاريخ محدد للنهائي. طيب، هو نفس المعلومات اللي بتقول انه اللقاء هيقام في الاسبوع الاخير قبل استضافة قطر لنسخة كاس العالم. طيب خليني اخدك لاستعدادات نهضة بركان، وهل سكواد نهضة بركان اللي هيلعب في مباراة السوبر هيختلف عن سكواد اللي لعب بيه نهضة بركان في بطولة الكونفدرالية؟ هل في تدعيمات للفريق، صفقات جديدة، هل في لعيبة تركت الفريق واتجهت لفرق أخرى أو حتى الاحتراف الخارجي؟ بصراحة أنا حاليا متبع لنادي، تتبعت نادي الأهلي، وأيضا تتبعت بداية نهضة بركان في البطولة الوطنية. لحد الآن أنه نهضة بركان خلى ركائز الفريق واستعان يعني باثنين لعيبة أو ثلاث لاعبين في المستوى الكبير اللي ليه بنهضة بركان، أبرزهم هداف الدوري للموسم الفائت البحراوي، وأيضا يعني كان واحد من أعمدة فريق حسنية أكادير، وأيضا المنتخب المغربي، لولا أنه بعض الإصابات اللي كان يعني راح يمشي بعيد إن شاء الله، بس من ممكن ما نقوله ما مكتابش له، ولكن الحمد لله هو رجع في الفورما، وحاليا هو عنده عقد مع نهضة بركان، هو عبد الكريم باعدي. فحاليا انطلاقة نهضة بركان كانت انطلاقة قوية، محبوس حديك احصائيات. يعني في 5 ديسمبر كان اول لقاء من البطولة الوطنية ضد نهضة الزمامرة، فازوا 2-0. في 8 ديسمبر كان عندهم ماتش مع المغرب الفاسي، انتهى تعادل 1-1. و13 ديسمبر كان عندهم لقاء مع سريع واتزم خارج الميدان، وفاز تفوق عليه ب 3-1. انا حديك بس يعني وجهه نظري من ناحيه نهضه بركان. نهضه بركان هو فريق متميز وجد رائع خارج الميادين، عندما يكون داخل ميدانه يكون مستواه يعني متوسط، لكن يتفوق نهضه بركان دائما خارج القواعد وخارج ارضه. بالنسبه للاهلي المصري، تفضل سامحني يا استاذ احمد، بالنسبه للاهلي المصري بصراحه انا شفت اللقاء ضد امبارح ضد المقاصه، فبكل صراحه كان يعني فريق الاهلي لا يعني لا غبار عليه، فريق قوي، فريق عنده كاريزما، عنده لاعبين في المستوى، عنده يعني خاصه انا بيعجبني خط الوسط عند الفريق الاهلي. فالخلاصه من الحديث الكل انه راح يكون لقاء قوي جدا ما بين الفريقين. طب سريعا جدا فيما يتعلق برضو سؤالي الاخير فيما يتعلق بمباراه السوبر، هل بتشوف انه مواجهات المربع الذهبي في قبل نهائي افريقيا بدوري ابطال افريقيا هيكون ليها تاثير، ونتائجها طبعا هيكون ليها تاثير على المواجهه حتى من الناحيه النفسيه؟ يعني احنا بنتكلم على مواجهه كانت مصريه مغربيه، الاهلي وكان معاه الزمالك من مصر، وكان في بطل الدوري المغربي ووصيف الدوري المغربي الرجاء والوداد، تمكن الاهلي من الفوز بالبطوله على حساب الثلاث فرق دول. هل ده من الممكن انه يصب في مصلحه النادي الاهلي من وجهه نظرك، حتى على الاقل من الناحيه النفسيه في مواجهته مع نهضه بركان، ولا لا؟ في نظري انه الاشكال اللي كان حاصل في النصف النهائي ما بين الاهلي والوداد كانت يعني كان متوقع انه الوداد ما يكونش عنده ديك الطاقه الكبيره انه يواجه فريق الاهلي، بحكم انه الاصابات وبحكم انه الكورونا وبحكم انه التوقف اللي صار في البطوله الوطنيه. اما بالنسبه للرجاء فلولا بعض يعني بعد انه 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 المدرب راح منه التركيز شوي او اللياقه البدنيه شويه خانت لاعبي فريق الرجاء، لكان من لاعب الاهلي في النهائي هو فريق الرجاء وليس الزمالك. اما بالنسبه للنهائي السوبر ما بين الاهلي وما بين نهضه بركان، فانا
من نظري الخاص انه نهضه بركان سيدخل اللقاء وهو مركز على شيء واحد، وهدفه شيء واحد هو الفوز بالسوبر والفوز على فريق الاهلي، ولما لا الرجوع بماء الضوء للكره المغربيه بعد ما يعني ما اقصينا من فريقين مصريين اللي هم فريقين عارقين. طيب خليني برضو سؤالي الاخير وارجو منك اجابه سريعه عشان وقتي، رايك في تجربه بدر بانون بما انك تابعت مباراه مصر المقصه مع مواجهتها مع النادي الاهلي، ومن قبل كانت مشاركته طبعا في نهائي كاس مصر، ومن اول مباراه لبدر بانون مع النادي الاهلي حصل على بطوله كاس مصر، تقييمك لتجربه بدر مع الاهلي؟ بعجالة أخ أحمد، في 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 كلام سريع، بدر بانون نجم فريق الرجاء البيضاوي السابق سيكون مفاجأة نادي الأهلي ومجاهد إفريقيا، خصوصا أنه اختار فريق كبير زي فريقه اللي كان يلعب فيه في المغرب اللي هو الرجاء البيضاوي، حيعطي كلمته وحيعطي البصمة دياله وحراح يضيف الكثير لفريق الأهلي. نحن فقط نقول أنه يعطوه الفرصة وراح يشوف توهج بدر بانون، لان افضل صفقه حاليا قام بها فريق الاهلي لهذا الموسم. صحيح، وانا الحقيقه يمكن كل صفقات الاشقاء من المغرب العربي كانت ليها بصمات واضحه في مختلف الفرق المصريه، مش بس بتكلم على الاهلي، شفنا نجوم كتير تالقت من تونس ونجوم تالقت من المغرب، ونتمنى صح. الحقيقه ان يستمر وتتواصل الحقيقه مسلسل الاحتراف المتبادل سواء من لاعبين مصريين في دول شمال افريقيا اشقاء او من لاعبي شمال افريقيا في الانديه المصريه. بشكرك شكرا جزيلا الاذاعي طارق نفاتي الاذاعي بمحطه ام اف ام المغربيه، شكرا جزيلا على التواصل معانا. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة موسم جديد الحمد لله بداية موفقة ومبشرة لكل جماهير الأهلي بعد مباراة امبارح قدام مصر المقصة، ويمكن فيها كلام كتير قوي، في شغل كتير محتاجين طبعا موسيماني يشتغل عليه مع اللعيبة، وهو أكد بده أو أكد على ده في المؤتمر الصحفي، كلام كتير قوي على المباراة، نشوف الإيجابيات ونشوف السلبيات وعلى الفترة الجاية اللي كلها طبعا تحديات، وأكيد كمان على موضوع منتخب الشباب مع كابتن محمد حشيش طبعا نجم نجوم النادي الاهلي وسطر تاريخه يعني بحروف من ذهب مع النادي الاهلي وخصوصا في فتره الثمانينات. منورني يا كابتن. شكرا ساره. عايزه ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، وعايزه نشوف الايجابيات اللي فيها ونشوف المكاسب اللي طلعنا بيها. هي اول مباراه طبعا في الدوري مع مصر المقصه، وقدرنا ان احنا نفوز ثلاث لهدف، ثلاث نقط مهمه لان البدايات دايما مهمه يا كابتن. بص طبعا يعني المكسب طبعا مكسب كويس، وفي بداية سيزون وفي بداية مسابقة جديدة بعد ما انتهينا من حاجات كثيرة كانت صعبة الحقيقة، دوري متأخر قوي السنة الموسم اللي فات، بعد كده بطولة إفريقيا امتدت لفترات طويلة وتم التأجيل أكثر من مرة، حصلنا على البطولة، بعد كده كاس مصر والحمد لله خدنا الكاس، البطولات دي مفيش وقت اللعيبه خالص تريح الحقيقه، يعني غير زمان، انت عارفه زمان كان الموسم بيخلص على الاقل بتاخدي اسبوعين ثلاثه عشان تفصلي وتبداي فتره اعداد، فانا مشفق طبعا على اللعيبه ومشفق على الجهاز الفني. تخيلني لغايه دلوقتي، انا متخيل ان موسيماني لغايه دلوقتي مش قادر ينفرد صح بالفرقه ويطلع صح. اللي عنده كله صح. يعني هو لغايه دلوقتي يا دوبك الماتش بعد 48 ساعه او 3 ايام مباراه ثانيه في بطوله صعبه، ما عندوش فرص ان هو كان يقدر حتى يجرب حاجه معينه، يعني كلها ماتشات مهمه وحساسه وصعبه جدا، فما فيش اللعيبه كمان اصابات متلاحقه جت، كمان كملت موضوع كورونا بعدت ناس، كمان الناس اللي رجعت من الاعراض برضو لسه هياخدوا وقت على ما ينسجموا طبعا مع أولاد الفريق، لما كانوا بعيد عن غير بقى الناس اللي جايه من بره زي طاهر محمد طاهر زي بدر بانون، الناس دي كلها برضو لسه جديده. الماتش الاولاني في البطوله امبارح كان مع فريق محترم المقصه مع جهاز فني محترم، ايهاب جلال بيقدر ان هو يعني يكون فريق ويقدمه للدوري، دي حقيقة. الحقيقة كل سنة، لأن السنة دي برضو إيهاب بيلعب بلعيبة كتيرة جديدة، يعني لسه ما حصلهاش برضو الانسجام، لأنه برضو مشوا ناس كتيرة ولعيبة أساسيين كانوا موجودين الموسم اللي فات. البداية لو هنتكلم عن الماتش، البداية كانت بداية قوية من جانب النادي الأهلي، تحس بالحماس والروح من اللعيبة في أول
ربع ساعة نتج عنه ضغطين من أول دقيقة فنتج عنه طبعا الهدف بتاع من عن طريق الضغط بتاع كهربا ضربة جزاء وهدف معلول. يمكن دي ادت أريحية شوية للنادي الأهلي في البدايات، خليته العشر دقايق اللي بعدها أو الربع ساعة اللي بعدها برضو كله عايز يجيب أهداف. المكسب البدري بيطمع، ابتدت اللعيبة كلها تحاول يعني انطلاقات بدون وعي شوية على مرمى المقصة، وقعوا في تسللات كتير، ضيعوا أهداف. الهدف اللي جه بقى، لو هنتكلم على الهدف اللي جه في النادي الاهلي نتيجه لغلطه برضو من كور الثابته اللي برضو معظم الفرق المصريه بتشترك فيها، ولازم ودي من الحاجات برضو السلبيه اللي هنتكلم عليها في المباراه. يمكن الهدف اللي هو كان في نهايه الشوط الاولاني رجع الحماس تاني والقلق لفرقه النادي الاهلي، مع طبعا اكيد المحاضره والدش اللي خدوه في بين الشوطين. والشوط الثاني الاهلي كان افضل والاستحواذ كان اكتر يا كابتن، حاجه تانية خالص. اللعب ابتدى اكثر هدوء، ابتدى يبقى فيه تحركات واعيه شويه، كان في بعض الثغرات او ايهاب جلال كان مستغل الحته اللي من ناحيه هاني في بعض الهجمات المرتده اللي ليه، يمكن كان نتيجتها برضو ان يعني حصل شويه لخبطه كده في الناحيه اليمين تداركها موسيماني بحد من الديفندرات، ابتدى يقفل على الحته دي. اللعب بقى اكثر هدوء من النادي الاهلي، قدرنا نحرز طبعا الهدف الثاني والثالث، وكان في هدف طبعا ناس كلها شافته طبعا، وانا في اعتقادي ان هو كان هدف مليون في المية طبعا بتاع محمد شريف. نقف عنده، انت شايفه يا كابتن هدف مليون في المية، مليون في المية. مش وبعدين انا مستغرب من حاجه، ان الفار عاد الكوره والحكم راح شافها، والخط اللي انت عامله بتاع الفار ده، طب ما الخط انت رايح عشان الخط ده عشان تعرف مين اللي سابق مين او مين. فبان قوي ان محمد وهو بيستلم كان لسه المدافع مغطيه وخد الكره ولفه طبعا وراح، هدف مليون في المية. المشكله ان الموضوع ده اتكرر اكتر من مره من ناحيه اللاين مان، مش عيب ان الناس طبعا بتغلط، لا بس الفار موجود برضو عشان كده، المفروض المفروض ان احنا بنستعين بالفار عشان كده. والحقيقه انه الهدف ده كان هيفرق مع اللاعب نفسيا، يعني مع محمد شريف بشكل شخصي. وانا يعني انا بالنسبه لي كان نفسي الجون ده يتحسب عشان تبقى بدايه قويه ليه، لان هو لعيب كويس وكان من هدافين الدوري السنه اللي فاتت، كان هيبدا بدايه بهدف. بس هو الحقيقه كان اداؤه مميز خلال الفترة اللي لعبها قبل طبعا ما يتغير. معانا كمان الهدف اهو يا كابتن على الشاشة. لا يعني احنا شايفينه يعني هدف. لا هي هدف طبعا لما تعادت باين، بصي وهي هي طبعا الفيصل والكرة بتطلع من رجل الزميل. كان الوضع ايه بالظبط؟ كان في حد لسه مغطي. كان في ديفندر مغطي. بالظبط كده. يعني في ايجابيات طبعا كتيره في ماتش امبارح، منها اهم حاجه الثلاث نقاط والبدايه الكويسه للنادي الاهلي وتدارك الاخطاء. يعني المباراه ما استمرتش كده على طول، وارد ان يحصل في البدايه نتيجه زي ما بقول لك لعدم الانسجام في تشكيله جديده. يعني فعلا يا كابتن لو في ميس باسز او التنقلات مش اللي هي اللي احنا متعودين عليها، طبيعي ان في عناصر جديده جايه طبعاً. لسه ما خدتش على طريقه لعب المدرب او كده، او انه يبقى في انسجام بين اللعيبه. غير كده ساره، انت اول مره بتلعبي بالخط الامامي، بتلعبي بطاهر محمد طاهر والناحيه الثانيه كهربا قدامهم محمد، يعني التلاتة أول مرة لعبوا مع بعض. طيب موسيماني كان والتلاتة كمان معلش، التلاتة كمان طبيعة لعبهم واحدة. يعني النادي الأهلي كان بيعتمد الفترات اللي فاتت، مروان برضو بيعتبر شبه محطة، مش هنقول محطة كاملة لأنه برضو من النوع اللي بيجري بيتحرك، بس بعض الأحيان بيبقى محطة. التلات لعيبة دول كلهم بيندفعوا للأمام، وأنا بستغرب كمان يعني يمكن عمل لخبطة شوية الشوط الأولاني، إن إيهاب كان بيلعب بمصيدة تسلل. فدي اللي يمكن عملت لخبطة، لأن كانوا الثلاثة بيجروا طبيعة لعبهم إنهم يندفعوا لقدام، فكده دي اللي وقعتهم في الأوفسايد أكثر من مرة. وقعنا كتير فعلاً في خطأ التسلل. عايز أتكلم على السلبيات شوية طبعاً، هي إضاعة الأهداف. يعني لازم يبقى في تركيز في الفترة اللي جاية من إضاعة الأهداف، لأن أنتِ ممكن تلعبي ماتش كويس قوي ويجي لك فرص ما تسجليش، مش هتقدري تعوضي، ممكن الوقت ياخدك ويمر من غير ما تعوضي، ممكن تكون فرقه اقوى من دي. انت في بعض الاحيان وخصوصا ان احنا ان شاء الله داخلين على
افريقيا وداخلين على طبعا السوبر الافريقي، ممكن ما يجيلكيش كم الفرص دي مع فرقه قويه بتلعب نهايه وبتلعب على السوبر الافريقي. فالمفروض الفرصه اللي تيجي لازم يكون استغلالها كما ينبغي. تاني حاجه برضو حته الكور الثابته، لازلنا برضو في يعني برضو الكور الثابته الواقفه، يعني امبارح الجون اللي جه نتيجه الغلطه يعني عدت من الراجل الاولاني، لازم انا المفروض اللي ماسك الراجل الهداف اللي جاب الجون لازم يبقى متوقع ان الكره تعدي من زميلي عشان برضو اقدر نعمل. واضح ان هو كان ايه مش متراقب او لعبها بارتحيه فبقى يعني جت هدف، فدي برضو من السلبيات. انما اعتقد بمرور الوقت ان شاء الله دي بدايه بالزبط. بدايه وبدايه موفقه، وكفايه ان النادي الاهلي منور على القائمه الترتيب اول الدوري طبعاً. من اول اسبوع يعني متعودين على كده يا كابتن. بس انا عايزه اقول لك برضو اللي عجبني جدا ولفت نظري، هو ده الطبيعي بس بطمن اكتر كمشجع للاهلي قبل اي حاجه، موسيماني فعلا بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال اللي حضرتك بتقوله، قال احنا عندنا مشاكل ان احنا وقعنا في خطا التسلل كتير، كانت اللعيبه بتجري بدري على الكوره وتقع صحيح. في خطا التسلل. قال الاربعه اللي قدام كان في مش متمركزين كويس في الملعب. قال كمان انه اضعنا اهداف كتير خصوصا في الشوط الاول، احنا كان ممكن نطلع بسكور اعلى من ده. وقال انا هخلي اللعيبه تقعد وتتفرج على الماتش تاني علشان لما يشوفوا نفسهم هما بيضيعوا الاهداف دي يعني يبقى في حماس ان ده ما يحصلش تاني. طبعا وطبعا اكد على فكره انه وجود عناصر جديده بتخلي في وقت على ما يحصل انسجام. بس كل ده كلام ده من المدرب بيطمن مشجعي النادي الاهلي طبعا. انه في مدرب قاعد وفاهم ومراقب وفي يعني محلل اداء وبيقعد مع اللعيبه ويفرجهم تاني، وانه ده ما ينفعش نقع في الخطأ ده تاني، لان زي ما حضرتك قلت احنا داخلين على حاجات مهمة جدا، احنا داخلين على مثلا سوبر افريقي. انا عايز اقول لك كمان يعني اكتر حاجة اعتقد انها ريحت جمهور النادي الاهلي امبارح غير المكسب، هي انت ما تحسيش بالغيابات. يعني احنا بنتكلم على غيابات تقيلة زي حسين الشحات، زي وليد سليمان، زي اجاييه، دي لعيبة تقيلة كانت عنصر أساسي من عناصر الفرقة، مع احترامي الكامل ليهم طبعا. امبارح الأساسيين ما حسناش بغياب حد بصراحة، ودكة الاحتياط كمان دكة بقت قوية، فدي اللي طبعا يعني تريح النادي الأهلي. لكن المشكلة دي كانت عندنا خلال السنين اللي فاتت، يمكن مجلس إدارة كان حريص على ان هو ينفذ طلبات طبعا موسيماني، لان موسيماني المدير الفني اللي هو عنده الحق الاصيل ان هو يعني اختار التشكيله اللي هيخوض بيها الفتره اللي جايه. فرجوع الاعارات لما شفنا، لو هنتكلم بقى على المباراه تاني ونشوف التغييرات، كانت تغييرات كمان كويسه جدا، غيرت برضو لما صلاح محسن نزل، ناصر ماهر بالتحديد كمان لما الراجل حس ان في ثلاثه نفس طريقه اللعب بيجروا على قدامه مندفعين وفي مصيده تسلل، فحاول ان هو يطلع طاهر ونزل ناصر ماهر بحيث انه يلعب بلاي ميكر تاني مع قفشه، ممكن يبقى في يعني بساط او يكون بلاي ميكر مع قفشه يقدروا يكسروا مصيده التسلل. زي بقول لك في لعيبه كتير موجوده في النادي الاهلي سواء كان في التشكيله امبارح او طب خليني اسال حضرتك، طبعا احنا بنتمنى الشفاء لناصر ماهر اللي هيغيب يعني يمكن لثلاث اسابيع، وده من سلبيات المباراه الحقيقه، واحنا متخوفين صحيح. من كل الاصابات طبعا، الاول اهم حاجه صحه وسلامه اللاعب، وكمان طبعا فريق الاهلي ان يكون صفوفه كامله. في لعيبه كتير يا كابتن تالقت في مباراه امبارح، منها طبعا كهربا، منها السوليه. انا عايز اعرف منك انت بالنسبه لك مين مان اوف ذا ماتش، مين رجل المباراه من النادي؟ هخش معاكم في التصويت يعني على ايوه بالظبط كده. انا في رايي اول واحد نجم المباراه امبارح ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب مباراه، يمكن انا بركز طبعا على الناس اللي بتبقى بتلعب في مركزي، ايوه انا ببقى دايما واخد بالي. ايمن لعب مباراه ممتازه امبارح، وكان انا ما اعتقدش فيه غلطات بالنسبه له، لعب مباراه قويه جدا جدا، باصات سليمه، تغييراته لما بيكمل كمان لنص ملعب وبيلعب التغييرات العكسيه اللي متفق دايما عليها وجي منها اجوان كتير. يلي عايز ادي بدر بنون برضو انه يكون من اللعيب من الثلاث لعيبه كويسين عشان ادي له حافز للي جاي. شفناه ان هو يعني كانت في حته ناقصه النادي الاهلي من ورا، وهي اللي كان عايزها موسيماني انه يبتدي الهجمه من تحت
مع الشناوي مع الباكين ومع الديفندرات يبدا. بساطته سليمه جدا جدا، مش بس البساطه العرضيه، البساطه العرضيه بتبقى سهله، انما صعب قوي انك تلعبي كمساك تلعبي الكره التشيب من تحت من فوق المنافس توصل واحد في نص الملعب. الحاجات دي احنا نفهمها كلاعيبه كوره او كمساكين، بيبقى لازم واحد عنده مهارات كبيره او عنده ثقه بالنفس. امبارح يعني عمل قدم مباراه كويسه. الثالث انا من وجهه نظري هو كهربا. كهربا انا بتفق معك، يعني هم الثلاث عناصر دول انا شايف، ومش عارف بقى الجمهور هيغش مني ولا كل واحد طبعا ليه رايه. احنا عندنا يعني جمهور الاهلي كله حريف كوره وثقافه رياضيه كبيره. هنتكلم اكتر عن كمان بدر بنون وعن الصفقات الجديده يا كابتن، عايز اعرف برضو راي حضرتك فيها. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن محمد حشيش. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه معايا كابتن محمد حشيش، والكلام على الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. يا كابتن، داخلين الموسم قوي جدا من اوله، وبعد مباراه امبارح وحضرتك خلاص كنت بتتكلم انك شايف ان ايمن اشرف وبدر بنون وكهربا نجوم المباراه. طيب المباراه اللي جايه يوم الجمعه ان شاء الله غزل المحله، وهيبقى في نفس اليوم بعد المباراه السفر علشان مواجهه سوني داب في افريقيا. تمام. عايزاك تقول لي شايف مباراه غزل المحله دي ازاي؟ أنا في البداية برضو عايز أقول كلمة باين أو إن الموسم ده موسم قوي. ويعني لو عملنا مقارنة كده سريعة بين الأسبوع الأولاني الموسم اللي فات والموسم ده، بتكلمي على 9 ماتشات، بتكلم على الموسم اللي فات 9 ماتشات بداية الأسبوع الأولاني، حصل منهم 8 مباريات فوز، واحدة بس تعادل. ده بيدي انطباع إن في فرق أقوى من فرق. ان 8 فوز واحد تعادل. اللي بنتكلم على 9 مباريات بتوع الاسبوع الاولاني الموسم ده، بنتكلم على 5 فوز 3 تعادل. لسه المباراه الاخيره اللي هتتلعب كمان شويه بين المحله وسموحه. لو تشوفي كمان الصاعدين السنه اللي فاتت للدوري زي طنطا واسوان ونادي مصر، في اول اسبوع اتنين منهم خسروا، وطنطا كسب، كانت مفاجاه انه كسب. يعني حصل توفيق ما في المباراة وكسبه. لو هنتكلم على الصاعدين السنة دي في البطولة الحالية، زي سيراميكا امبارح فازت، البنك الأهلي بيخطف تعادل من دجلة، المحلة لسه ما حدش عارف، فواضح ان في منافسين جداد وفي فرق مش ناوية تطلع عشان تنزل. يعني ناوية تكمل وتنافس، واشترت لعيبة كتير ورصدت ميزانيات عشان تبقى موجوده وتنافس. وده يقول ان ده موسم قوي يا كابتن، وهيبقى فيه منافسه، وكل طبعاً فريق عنده الدوافع ان هو على الاقل يحقق مركز كبير في الدوري. يعني لما بتتكلم على سيراميكا كليوباترا انه يعني جايب صفقات وقدر ان هو يفوز في المباراه، يعني انت كمان لو تبصي في موسم قوي، لو تبصي كمان غير النتائج، تبصي لاداء المباريات، تحس ان الفرق لا دي مش ده اول ماتش في البطوله. اول ماتش دايما بيبقى لسه اللعيبه مش في التوب فورم بتاعهم، النواحي الفنيه بتبقى لسه قليله، اللعب بيبقى يعني، انما لا شفنا مباريات على مستوى عالي، داخلين بقوه، غير بقى اللعيبه او الفرق كان حظها احسن شويه اللي هي كملت نتيجه لاستمرارها يا في بطوله افريقيا يا في كاس مصر. زي الاتحاد، شايفين الاتحاد السكندري مع حسام حسن عامل مباراه قويه جدا جدا مع النادي الاهلي في السيمي فاينال للكاس، وشايفين كمان عمل مباراه قويه مع بيراميدز. بيراميدز من الفرق القويه جدا جدا، جابت عناصر كتيره السنه دي غير العناصر اللي موجوده، لكن الاتحاد اللي كسب المباراه وعمل مباراه قويه. فانت داخله على يعني دوري صعب جدا جدا يعني. طيب يبقى كده بقى مباراه غزل المحله والاهلي يوم الجمعه، هي هتبقى الوقت ضيق قوي يا كابتن طبعًا. في المباريات يعني الحقيقه، والله يكون في عون اللعيبه، بس خلاص يعني ده القدر بقى، انه كورونا برضو يعني يمكن لخبطت كل حاجه والمواعيد وكل حاجه طبعًا. ولكن الحمد لله في ظل الظروف دي الاهلي قدر يعمل موسم كبير وقدر يحقق ثلاثيه، وباذن الله تبقى خماسيه ان شاء الله. مباراه غزل المحله شايفها ازاي على موسيماني؟ يعني المفروض يتعامل معاها فنيا ازاي؟ بصي، الدوري ده اللي احنا لسه بنتكلم عليه، الدوري بادئ انه قوي، اللعيبه اللي طالعه من تحت، الفرق اللي طالعه من تحت فرق برضو عايزه تعمل حاجه، مفيش فريق صغير وفريق كبير، كره ما بتعرفش الا الاداء والرجوله في الملعب. اهتمامه بالمباراه بتاعه المحله زي اهتمامه بمباراه المقصه، زي اهتمامه بمباراه افريقيا، لان اي بطوله النادي الاهلي فيها
بيلعب على البطوله والمركز الاول. هيبقى في استعداد قوي. احنا طبعا بصي انت يعني بتعملي دايما حساب للاصابات وان ممكن ايه تريحي بعض اللعيبه، الكلام ده مش هيحصل لان انت عندك الاقوى بقى من الاصابات هو موضوع كورونا، ما حدش عارف وربنا يحمي اللعيبه طبعا رب. كلها يا رب. فهو اعتقد انه هيحط برضو التشكيل المناسب بالنسبه للمحله. المحله طبعا تاريخ قديم، انما يعني العناصر اللي موجوده طبعا كانت بتلعب في الممتاز به طبعا، طلع قدام النادي الاهلي لدوري الاضواء والشهره وحظها ان تاني اسبوع بتقابل بطل الدوري طبعاً، اكيد بطل هيبذلوا أفريقيا. هيبذلوا طبعا يعني كل قوتهم. انا في اعتقادي ان النادي الاهلي واخد المباريات كلها بجديه، ومفيش مساله بقى انه يريح لعيب عشان الوقت او عشان بطوله افريقيا. احنا عارفين طبعا الادوار الاولانيه في بطولات افريقيا بتبقى يعني مستويات طبعا اقل شويه، ده برضو مش يعني مش سبب ان النادي الاهلي يتراقى او لا، كل عندنا كم من اللعيبه كافي ان هو يقدر يواجه المحله في بطوله الدوري ويواجه في بطوله افريقيا. طيب يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن اتكلم النهارده على المصابين وحدد موقف كل لاعب فيهم، وقال كمان انه يعني الشحات اجرى عمليه بسيطه. جاي ناصر ماهر طبعا المفروض هيغيب لثلاث اسابيع. هل غياب الثلاثي ده شايفه هيأثر على شكل الفريق الفترة الجاية أو على اختيارات موسيماني؟ بصي من الواضح أن الفترة اللي فاتت أن موسيماني بيعتمد على الشحات في الناحية الهجومية بشكل معين أو في طريقة لعب معينة. إنما برضو يعني عايزين نقول أن وجود اللعيبة اللي رجعت من الأعراض واللعيبة اللي جت جديدة خلت الفرقة غنية بلعيبة. وبعدين اللعيب اللي بيلعب في النادي الأهلي في الدرجة الأولى في النادي الأهلي ده دايما بيبقى لعيبة على مستوى عالي. لو مسكتي حتى الثلاثة اللي هم كانوا موجودين امبارح، تكلمي على طاهر، محمد طاهر اللي كان يعني الأندية كلها عايزاه بما فيهم الأندية الخارجية احتراف خارجي، وهو فضل النادي الأهلي وكان من اللعيبة المميزة خلال السنين اللي فاتت في نادي المقاولين العرب. الناحية الثانية طبعا كهربا بتاريخه والراجل لعيب منتخب وخبرات، محمد كمان يعني هداف من الهدافين السنة اللي فاتت وكان من أهم اللعيبة وأبرز اللعيبة خلال الموسم اللي فات. فكل دولت غير كمان الناس اللي موجودة غير الأعراض، ما أعتقدش إنها تحسي بالفرق الكبير أو مش هيبقى فيه أساسا فرق بين غياب اللعيبة دي أو مش هتمثل يعني. احنا طبعا اي لعيب بيبقى موجود بيبقى اضافه للفريق، انما في لعيبه على مستوى عالي تقدر تادي لغايه ان شاء الله كلها برضو حاجات اصابات بسيطه ان شاء الله في خلال اسابيع اللعيبه دي ترجع. وبعدين احنا محتاجين كل لعيب في القايمه لان البطولات كتيره، بتطلعي من بطوله تخشي في بطوله طبعا، فاحنا محتاجين طبعاً الكم كله من اللعيبه. طيب يعني قبل ما ادخل معاك على افريقيا والمشوار اللي هيكون من الاول مع موسيماني، اتكلمنا عن لعيبه كتير في مباراه امبارح بس سيبنا نص الملعب كده شويه. عايز اسالك على السوليه وحمدي فتحي. بصي حمدي فتحي طبعا وجوده مع السوليه خلال الفتره اللي فاتت امتداد للمباريات اللي لعبها كويس متالق فيها، وطبعا شفنا الهدف اللي احرزه مؤخرا. ديانج كان يعني نمره واحد طبعا في نص الملعب، انما طبعا موضوع الاصابه بتاعت كورونا ورجوعه من الاصابه برضو يعني ما دخلش التمرينات بقاله يعني أكيد فتره، فدي اثرت. انا كمان كنت متخيل حتى لو وجود ديانج سليم كان لازم الراجل يدي حمدي فتحي عشان يشجعه، ما ينفعش انا العب مباراتين واكون متميز واجيب هدف واجي اقعده عشان الراجل اللي كان بيلعب موجود. ودي سياسه مدرب اللي هو لازم يحافظ، انت لازم تحافظي على اللعيبه الموجوده. السوليه طبعا لا غبار عليه في نص الملعب، راجل شال نادي الاهلي خلال الموسم اللي فات سواء في الدوري ولا في افريقيا. اول مره نشوف كمان يعني من فتره كبيره ديفندر وهداف، صح؟ فالحقيقه نص الملعب طبعا الثلاثه يعني احسن من بعض. طيب نروح بقى لافريقيا، مشوار افريقيا، وانه احنا بنبدا خلاص يعني من البدايه بقى موسيماني البطوله دي بتاعته. تمام. من دور ال 32 المفروض خلاص يوم الجمعه زي ما قلنا الفريق هيسافر هيواجه سوني داب بطل النايجر، ومفروض بقى خلاص انه كل مباراه مهمه اكيد في مشوار افريقيا. شايف ازاي بقى مشوار افريقيا من البدايه كده بالنسبه للنادي الاهلي؟ بصي انا يعني الحمد لله مطمن السنه دي على مشوار البطوله لوجود طبعا موسيماني. انت عارفه موسيماني
اساس اختياره من البدايه هو افريقيا. وهو انه يجي يعني يقود النادي الاهلي في السيمي فاينل والفاينل لغايه ما خد البطوله. عنده خبرات كبيره، عنده باع كبير، خد البطوله مع سان داونز قبل كده، لاعب تقريبا يمكن انا شفت له حديث، لعب يمكن في كل افريقيا، عارف الفرق، عارف طبيعه افريقيا، عارف يلعب ازاي بره ارضه وجوه ارضه. فانا مش خايف من القصه دي خالص. اكيد هو عنده خلفيه برضه عن الفريق، ان انا بقى حاسس ان هو مغمور برضه، ما سمعناش عنه يعني، ما عندناش احنا دلوقتي كجمهور اهلي خلفيه عن الفريق ده، انما اعتقد يعني سيد عبد الحفيظ بيجيب شرايط من السفاره وبيبقى في مشاهده لمبارياتهم الاخيره، واعتقد ان يعني موسيماني زي ما بقول لك انا مش خايف عليه في القصه دي خالص يعني. طب واحنا بنشيد بموسيماني يا كابتن محمد، لو جيت قلت لك انه قول لي كده 1 2 3 شايف اسباب نجاح موسيماني الفتره دي، يعني احنا بنتكلم على فتره صعبه قوي مع النادي الاهلي وموسم صعب جدا، وقدر الحقيقه انه النادي الاهلي حقق الدوري وكاس مصر وكمان طبعا افريقيا، وداخلين على سوبر افريقي وعلى سوبر محلي وكاس عالم الانديه، وباذن الله تتوالى الانجازات. ايه اللي يخلي مدرب في الفتره الصغيره دي يقدر يتعامل بالنجاح ده مع اللعيبه فنيا ونفسيا؟ بصي، اهم حاجه في الراجل ده هو طبيعه شخصيته. اولا هو واثق من نفسه جدا، ودي اهم حاجه. يجيد العلاقات الانسانيه، ازاي ياهل اللعيبه بتاعته، قدر في وقت قليل وانت شفتي والناس كلها شافت ان هو يقدر يلم اللعيبه حواليه. اللعيب المصري او العربي عنده الناحيه النفسيه مهمه جدا، التاهيل النفسي مهم جدا. هو قدر يلم اللعيبه حواليه، لان اللعيبه لو حبت المدرب ده واقتنعت بيه، يعني اقتنعت بيه في الاساس وحبته، هتطلع كل حاجه عندها، فما بالك التوليفه دي كلها في النادي الاهلي. النادي الاهلي من غير اي حد، من غير مدربين، من غير اجهزه، اللعيب مجرد ما ارتدى فانيله النادي الاهلي بيطلع كل اللي عنده، عشان خاطر طبعا الجمهور الكبير وشعبيته وتاريخ النادي الاهلي. فهو الحقيقه الحته دي من اهم الحاجات اللي قدر يعني يلعب عليها، لان هو جاي في فتره كانت صعبه زي ما بقول لك، الوقت ضيق جدا، بطوله الدوري كانت يعني محسومه للنادي الاهلي من فتره كبيره. هو خلى، ويمكن ده شفته برضو كلامه في حديثه، كان الصعب عليه ان يخلي النادي الاهلي مستمر في الانتصارات بقيه مباريات الدوري لتاهيلهم للاصعب اللي هي مباراه افريقيا. ما ينفعش ان انت خدتي بطوله الدوري وفاضل لك ماتشين ثلاثه انك تتغلبي وانت داخله على أكيد بطوله، عشان العامل النفسي لسه كمان مكملين كلامنا في الحته النفسيه دي يا كابتن. بس معانا طبعا كابتن محمد عبد الجليل، حيا نجم الاهلي السابق، منورنا يا كابتن. نورتك يا ساره، وبمسي على كابتني وامتداد لعمالقه الليبرو زي ما بيقولوا، او حبيبي حبيبي عبد الجليل، حبيبي حضرتك حبيبي. ثانيا، ايه الشياكه دي في الاستوديو والشياكه بتاعتك برضه؟ الشياكه اللي قدامي، مش الشياكه انا، الشياكه اللي قدامي. ربنا يخليك يا كابتن، انت اللي منورني. لا بجد الاستوديو الله اكبر، وده معروف يعني، مش رياء ولا حاجه، انت عارفين يعني انا مش يعني راجل اهلاوي، لعبت في الزمالك وشرف. نجم كبير، نجم كبير عبد الجليل. اهلاوي، بقولها دايما اهلاوي، فالاهلي دايما متفوق، حتى الاستوديو شكله فيه. ربنا يخليك يا كابتن. انا كنت سامع بقى شويه حاجات حلوه قوي قلتوها. كابتن حشيش اتكلم فيها، انتوا كنتوا بتتكلموا دلوقتي في الحاجه النفسيه الاخيره دي. بالظبط. دي مهمه جدا. يا ساره، اي حد بيجي من الاعراض يقعد له شهرين ثلاثه عشان يلعب. صح. والكابتن حشيش عارف الكلام ده على السنين اللي فاتت. النهارده اول ماتش في الدوري لاعب الثلاثه او الاربعه اللي مرجعهم الاعراض ومقعد كل الناس الايه الثقيله. يا كابتن، ده مباراه كاس مصر، كان بدر بنون اول مباراه رسميه يلعبها، كانت نهائي كاس مصر. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان ما يحسش زي كل سنه اللي بيجي هيقعد على الدكه، لا. صح. ثانيا بقى، بيحمس اللي موجودين. الناس اللي هي الاساسيه زي حسين الشحات والاسامي طبعا يا كابتن حشيش اللي لعبوا، ويعني طبعا انا يعني اهلاوي بس كان مقصه فرقتي يعني، انت عارف دي مولود على ايه. فيعني الحمد لله. اما تضييع الاهداف الكتيره دي، توصل كتير وضيع كتير تبقى لعيب كويس، مسيرك هتجيب، انما ما توصلش خالص يا فرحتي وتجيب لي جون كل 10 شوط، انما توصل كتير هتجيب. ما تنسيش ده في كوره الثلاثه
اعتمدوا على بعض او ان الثلاثه ما بيلعبوش جنب بعض بقالهم كتير. الثلاثه عايزين يروحوا لها. برافو عليك، خدت بالك انت كده هجمنا. فانت فاهم ده حاجه ثانيه، ان كل واحد يعني عايز يثبت نفسه، عايز يجيب جون، عشان كان في سن الطمع شويه. ليه يثبت للراجل؟ ما عرفوش الراجل ده بروفيشنال. لما تعمل اسيست، لا انا هلاعبك لازم تجيب جون. المفهوم في مصر برضه لازم يتغير، مش لازم هو اللي يجيب الجول. يعني ناس كتير زعلانه من مروان محسن. طب ما هو الاجوان اللي بتيجي دي ما هي من تحركات من مروان محسن. صحيح. صح. دي شيء اساسي. ما هو زي ما كابتن حسين قال لك بتاع الكوره لما يتكلم في الكوره، يا كابتن حسين يتكلم في حته كويسه جدا، ايمن اشرف من احسن الجول. انا كنت عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. طبعا ليه؟ ايمن كويس جدا، ورامي كويس، وياسر ابراهيم كويس، لكن بدر بنون خبرة كبيرة. طمن أيمن أشرف، وكان صراحة بدر تحس إن هو بقاله خمس سنين في النادي الأهلي. أه تحس بيه، لأن نفس ستايل ناس كتير ما تعرفش كابتن محمد حشيش، بتكلم بجد. ستايل الهادي اللي هو يقطع بثلاثة ويبص بثلاثة، ده الستايل. امتداد بقى لعماد النحاس بقى، وقبل كده كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي، بتكلم بجد. نجوم. الراجل اللي قاعد قدامك ده. فبدر بنون النوعية دي. ادى ثقه لاشرف، ايمن اشرف خلاه متالق. باين الولد حاجه زي الفل، ودايما المغاربه والتوانسه والجزائريين شايفه برضه بن شرقي لا بقى يعني عارفه الهدوء عندهم ازاي، انا متعصب ما يفرقش معاهم. صحيح. في ثقه في النفس. دي حاجه مهمه جدا. انا ببارك على التسعه، وان شاء الله العشره وال11 وال12 بجد يعني فرق معانا قوي الماتش، فرق معانا البطوله دي. واحنا بنبارك لحضرتك طبعا يا كابتن محمد عبد الجليل، الحقيقه نجم كبير، وكلنا مبسوطين بالحاله اللي حاصله في النادي الاهلي، مبسوطين بالانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها، ونتمنى ان شاء الله طبعا الفتره اللي جايه كمان نبقى مبسوطين كمان بالسوبر الافريقي والسوبر المحلي وكاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا وبشكركم، ودايما كده بيتي يعني. ربنا يخليك يا كابتن، طبعا بيتك. شكرا ليك طبعا، نورتنا في السادسه. بصي دول ولاد النادي الاهلي. ولاد النادي الاهلي اي حته يكون متواجد فيها او بيخدم فيها، بس قلبه وروحه مع النادي الاهلي. يعني بيشوفي بيتكلم بحب ازاي عبد الجليل على الفرقه وعلى المدرب وعلى المكسب بتاع امبارح اللي هي المفروض بينتمي هو دلوقتي للمقاصه، انما هو طبعا الدنيا كلها عارفه ان هو انتمائه طبعا للنادي الاهلي. يعني طبعا الجيل ده برضو يا كابتن كان عنده حته الانتماء دي، ومدرك قيمه النادي الاهلي قوي. ما كانش ما عندناش حاجه غير الانتماء. صح. لا وعندكم طبعا تاريخ كبير يعني طبعا. طبعا وبطولات الحمد لله طبعًا. بس انا اقصد ان الانتماء هو شعار الفتره دي. كان لسه الاحتراف ما دخلش. فانا يعني الكلمه دي دايما بقولها اكتر من مره، ان النادي الاهلي ممكن يمشيكي من على الباب اللي على النيل ترجعي من الباب اللي عند المعرض. يعني انت على قد كده اللعيبه كانت متمسكه بالنادي الاهلي، وممكن تلعب من غير اي حاجه خالص، المهم انها تكون موجوده وبتنتمي للنادي الاهلي. الانتماء للنادي الاهلي ده شرف كبير جدا، يعني ما يحسوش الا اللي جربوا يعني. اكيد يعني، والكلام ده انا بحب لما اسمعه طبعا من حضرتك، وبحس انه قد ايه فعلا في كتير قوي من اللعيبه فهمت قيمه التيشيرت النادي الاهلي. صحيح. ويمكن التيشيرت كان تقيل على لعيبه تانية ما قدرتش تفهم قيمته. وفي لعيبه ربنا ما وفقهاش للاختيار المناسب. صح. يعني ربنا ما وفقهاش للاختيار المناسب اللي هو ممكن يكون مع انفعال او مع اتجاه لحاجه معينه، اغراءات معينه، بس قدام شويه ممكن يعرف الفرق، لان البطولات والانتصارات والنادي الاهلي احنا يا ساره احنا عايشين. بصي انا مش عايز اكرر الكلام، بس انا عايز اقول لك دي حقيقه. الناس بتفتكر ان احنا بنطلع عشان قناه الاهلي ونجامل، بس الكلام ده بنقوله في اي حته، حتى من ورا الفضائيات في الشارع في اي حته. انا النادي الاهلي احنا عايشين على حسه لغايه دلوقتي. يعني انا لعبت في النادي الاهلي، ولعبت في الاسماعيلي شويه، ولعبت في المقاولين العرب خمس مواسم، ولعبت في الرن القطري، ولعبت في الملعب التونسي. الناس كلها بتقول لعيب النادي الاهلي. صح. يعني بصي كلها انديه كبيره، وكلها انديه لها اسمائها سواء بره مصر او داخل مصر، انما كل التايتل بتاعي لاعب النادي الاهلي السابق. النادي الاهلي كبير جدا جدا، ومش في مصر
في 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 كل حته في الدنيا يعني. ما فيش كلام ممكن اقوله احلى من اللي حضرتك قلته ده. لا ربنا يخليك عشان طالع من القلب بس. دي حقيقه وواضح جدا الحقيقه طبعا طبعا يا كابتن. خليني عايزه اروح معاك طبعا لموضوع مهم النهارده. كلنا اتضايقنا جدا لما عرفنا خبر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه واصابه 17 لاعب بفيروس كورونا، وطبعا بالاضافه لكابتن ربيع ياسين، ربنا يا رب يشفيهم. وان شاء الله هي انا متهيالي المسحه الثانيه نتيجتها لسه دي اللي هتاكد بقى الاصابات. عايزه اسالك، انا ليا راي في الموضوع. ما انت كنت بتقولي في الفصل ليك راي فعايزك تقول. بصي المنتخب عشان يسافر اتعمل له مساحات هنا قبل ما يسافر. يعني مش عايز اقول لك احنا كاتحاد كوره فرع القاهره بنعمل مساحات لكل الدنيا، سواء درجه ثانيه ثالثه حكام لعيبه. فده منتخب وطالع لازم هيتعمل له اوريدي المساحات بتاعته، فهو طالع من هنا زي الفل. عشان يدخل اي بلد تانية لازم هتعمل له مسحه اول ما يدخل البلد دي، عشان يدخل ولا ما يدخلش او يخش عزله او حاجه زي كده. الفريق بقاله دلوقتي حوالي 8 ايام هناك من يوم 6. واعتقد ان الجانب التونسي يعني في فرق طبعا هناك، ليبيا وفي فرقه الجزائر وفي فرقه المغرب، فممكن تكون كمان الفرق قاعده مع بعضها في اوتيل واحد زي ما بيعملوا، او على الاقل فرقتين منهم يعني يكونوا قاعدين مع المنتخب المصري. مفيش اي حاله خالص موجوده في اي لعيب، و18 لعيب في منتخب مصر مع المدير الفني بتاعهم. اولا في البطولات اللي زي دي وفي البعثات اللي زي دي، واحنا جربنا ما بقاش في جولات حره، ما بقاش في اختلاط بحد. يعني اللعيب بيبقى في معسكر في الاوتيل، بينزل على الملعب ويرجع على الاوتيل. مفيش اختلاط بحد. تونس كمان، بس عشان انا عشت في تونس وعارف، ما فيهاش مصريين كتير ان هم يجوا يختلطوا بالفرقه بتاعت مصر. الكلام ده مثلا في الامارات، في السعوديه، البلاد اللي هي يعني تكتظ بالمصريين ماشي، ما بنقدرش نتحرك من المصريين. انما تونس ما فيهاش مصريين عشان يجوا يختلطوا. طيب ال 18 دول يعني جالهم الكورونا ازاي؟ وبعدين الاكثر من كده، ال 18 واحد مع المدير الفني ما فيش ولا واحد عنده عرض، ما فيش اعراض خالص. فدي برضو حاجه يعني برضو تحس انها مش طبيعيه. وبعدين القرار القرار ان هو يبعدوا عن البطوله او لا، ده هو يعني هو ده القانون وفقا للكافي. انا عارف بس الاستعدادات والقصه والموال الكبير ده. هو كابتن ربيع ياسين كان بيشتكي الحقيقه بقاله فتره انه فيش اهتمام اصلا بمنتخب الشباب، واللي بيحصل ده طبعا في الوقت الحالي. احنا بنتمنى ان تكون المسحه الثانيه تبين المسحه الاولى فيها خطا، ولكن على اي حال احنا بنتمنى الشفاء طبعا لجميع المصابين، والتوفيق طبعا لكل منتخبات مصر الشباب او المنتخب الاول. نورتني يا كابتن وشرفتني، وانا مبسوطه انك كنت معايا النهارده. انا كمان مبسوط معاك. مبسوطة جدا الحقيقة وأنا قاعدة مع حد من جيل كبير وحقق بطولات كبيرة زي كابتن محمد حشيش، جيل كبير، ومبسوطة وأنا بتفرج على جيل عظيم الحقيقة، الجيل الحالي، وهو بيحقق الإنجازات دي والثلاثية التاريخية، ولسه الأكتر أجيال بتسلم أجيال، ويبقى نادي الأهلي نادي البطولات والإنجازات ونادي القارة.